من الشيطان الرجيم ولقد عليهم ابليس وانه فاتبعه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن امن في شك وربك على كل شيء حفيظ قل الذين زعمتم من دونه لا يملكون من دون الله لا يملكون في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم على هدى أو في ضلال مبين عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون ثم يبدأ بيننا بالعبد والفتاح العليم الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا تستغفرون عن ساعة ولا تستغفرون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض استكبروا للذين استضعفوا ونحن صددناكم إلا ما جئناكم فأنتم مجرمون قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا نبينا للذين كفروا وللذين إلا ما كانوا يأمرون من قبلك قرية من نذير إلا قال مربها إنا بما أرسلت به كافرون وبدوا نحن أكثر أعمال وأبدا وما نحن بمعذبين إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن عامل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون بآياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويغفر له وما أنفقتم من شيء فيخلفه خير الرازقين بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى الذين يقولون آخر ما جاءك هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يرسلها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم من علم الرسل فكيف كان نكير إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصالحكم من جنة وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما سألتكم من يعذب بحق علام الغيوب الحق وما يجزي القادر
السماء فإنما أضل على نفسي وبما يجري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا اولي اجنحة مثنى وثلاث ورباع للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لها بمن يرد إليه يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يدعوكم من السماء ولا إله إلا هو الحنان تبعكم وإن يكذبوك فقد كذب رسل من عبد غير الله تجبرون يا أيها الناس إن وعد الله حق فاتخذوه عدوا إنما يدعو الكون يكون من أصحاب الذين كفروا لهم شراب شديد والذين أمروا بعمل صالحات لهم مغفرة أجر كبير أما من له سوء عملي براء وعصنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فسقناه إلى بلد ميت فأجئنا بير اللبات ما جاء كذلك النشور كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذي يمكر السيئات ما بدا جديد ومر ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا يرقص بعمره إلا بكتاب إن ذلك لا يسير هذا أذن فرات سائق شراب وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما ضريا وتستخرجون حلية تلبسونها وتأكل في مواقف لتبتغوا به بديعا لعلكم تشكرون الليل في النار ويولج النار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ذلكم الله ربكم الأمر والذين من دونه ما يملكون من الغيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكون بدينكم ولا يكبرك في الأرض يا أيها الناس أعطوا الفقراء إلى الله وعليه الحمد إن يشاء يذهبكم ويأتي بعمل جديد وما ذلك على الله العزيز وأن تكون مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى بينما يتزكى بنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأعياء فقد كذب الذين ما قبلوا جاءت الرسل بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير لقدت الذين كفروا فكيف كان النكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال يوجد البيض وأرم مختلف ألوانها وعلى هذه الأسلوب ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانها كذلك إنما يظل في بلاد العلماء إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد يدخلونها يحرون فيها من أسرار من ذلك ولباسهم فيها حرير ونال الحمد لله الذي الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا بها عذاب ولا يمسنا بها نور نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم الذي يبلغه فما للظالمين من نزل وعلى السماوات والارض العليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فعليه كفر فعليه كفر ولا يزيد الكافرين كفر من ربي من الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم الذين عبدوا أم لا بين الجبن وبين الجدارب ونفضوا مدن إلى قلوب إن الله يشرك السماوات والأرض جدولا أمسكهما من هذه المدينة أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من الأمم فما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفرا إن في الأرض مكر السيء ولا يغيظ المكر السيء إلا بأن يغير إلى سنة الأولين ما أتيت لسنة الله تبديل لسنة الله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليجزي من أهل السماوات ولا في الأرض لو كان عليما قدير ولو الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخر بها من اتبع الذكر وحسن الرحمن بها الرجل بمعفية وهجر كريم نحن نحيي الموتى ونطول ما قدموا آثارهم كل جهاز إلى في المهم المبين واضرب لهم متى أصاب الذي جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما كذبنا بذلك ما أرسلنا إليكم مرسلون إلا وجدوا مثلنا فما أنزلنا ما أرسلنا إليكم مرسلون
مسرنا بكم ليلا تمتم لكنكم أيمسنكم إلا عذاب أليم أريد أريكم معكم أيدك الله من أقصى المدينة الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون آية لهم الليل ونجوم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر إلى ذلك تقدير العزيز العليم قدرنا من أجل حتى هذا الرجل العزيز الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر قال الذين كفروا للذين آمنوا أنذر من لم يتق الله ويعلم ما في ظهر الغيب ما جاء للغيب قد لا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذ ما يحسنون ولا يستطيعون ردة غير أن يرجعوا ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من بعثنا يا من أختم على أبواههم وتكلمنا لكم من شجر أخضر نارا فيها أنتم ارتدون وليس الذي خلق السماوات والأرض في عهد على أيام من الليل ولا أمره إلى رأيك يا أيها الأرض
لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويضفون من كل جانب جهورا على مواسم لا من خطف الخطف حتى لا ترجع الظالمون فاستفطم وما شد وما أني أذبعك فانظر ماذا ترى يا ربي وماذا تمرد سجدني ولا من ذاته إما الله يا إلهي جميل يا إلهي صدقته يا إلهي I'm not
فحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لا يضلون
الصالح سليمان وأرضينا ولا كرسي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب سخرنا له الريح ما منعك أن تسجد لما أراد بيدي أن يبدأ مهتم يا قال أنا خير من خيدني من ماي وحتى مهدي قال فهر بها فإنك رجل إن عليك حمدي يا يوم الدين قال ربي فاضني لا يوم الرسول فإنك يا مهدي لا يوم الوقت المحلول فبر عزتك لولي أن الرحيم تنزيل الكتاب انزلنا اليك الكتاب بالحق فكل الحكم لتلاميذ الذين خالصون الذين اتخذوا المقدورين اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما
سخر الشمس والغمر كل يهدي لا مزمرا ويزيد واحدة ثم جعل من زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات لعبادي كفر وان تشكروا يرضى لكم ولا تزير وازرة رجاء لكم يا ربكم أجيكم يا ربكم يا قد تمروا إن رأيكم بذات الصدور وإذا مسلم صار ضرهم دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه ويرجو رحمة ربه وبركة من الذين أمروا علي لا يدعون إلا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا شيتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهلنا بغيابة على ذلك وغزان الغلاب من فوقهم ذللا من النار ومن تحتهم فسلكوا ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يجعله طامعين في نار يدري الله صدره للإسلام فهو على نور من ربي متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين الجلود وقلوبهم إلى ذكر الله ولقد ضربنا للناس في ضرب لهم مثل الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا وَأَجَابَ يَا بَعْثَ إِلَيْكَ الْمَرُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ
إله من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس كافي يهدي الله من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هنالك كاشفات ضره أو أرادني برحمة أهل في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل إليها المزمين في ذلك الآيات لقوم يتفكرون ومن تعبدوا مع دون الله شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يضرون لله الشفاعة جميعا لهم السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه لا يستكبرون إلا هم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة هددهم بين العباد فيما كانوا به يختلفون وأن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تغنموا من رحمة الله ترى الذين كذبوا على الله ما قدر الله حق
قدره والأرض جميعا قبلة يوم القيامة والسماوات صعق من في السماوات وما في الأرض إلا ما شاء الله من الذي يبيه من الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووضع الأيام بالحق وما يظلمون ووفي كل نفس ما عملت حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يطلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض من حول العرش يسبحون بحمد ربي وأوذي بينا من أجر إلى الحمد لله رب العالمين إلا للرحيم حميد تنزيل كتاب من العزيز العليم من ذنب وقابل التوب شديد القابل تعب والعذاب من بعدهم همت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل بالكذب رقبا فتوب كيف كان يقالك أفضل كلمة ربك على الذين كفروا أنه أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فمن سبيلك رقيم لا مجال ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم كالباقيم ذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وأقيم السيئة وقيم السيئة ومغفر السيئات يوم يفارق ذلك والفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم يدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين على من يشاء لا يخفى على الله من جانب ما يملك اليوم الا يهدي اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لكن اليوم ان الاثر يرزى وانذرهم يوم الازفه اذ القلوب لدى الحناجر ظالمين بالحق والذين يدعون لا يضر بكائن لا وسميع بصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد
وتطلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذب ومن يك كاذبا يجب الرجل أن يكذب لا يجد لمجرم كذبا يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاء بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لا يبعث الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله كاذبا وكذلك صالحا من ذكرنا وانثى ومؤمن فقد ليكفر بالله واشرك بما ليس لي به له دعوة في الدنيا ولا في آخرة أن ملتنا وتكون في يوم صامنا تذكرون ما أقولكم أو قول الله إلى الله إلا بصير بالعباد الله سيئات باب كريم عالم يا ربنا مسيرا يقولون علي غدوا وعشيا ويا مطر النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ما كنا لكم تبعا ويذكرون لنا نصيبا من النار الذي ما بيناكم أبدياء الذين في النار لخطر أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينة حليبا حليبا لما جاءنا به إلا بالبلاء لا ننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم لنا يوم لا
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أم في صدورهم أستجب لكم إن الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا لبيان الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم بالطيبات ربكم تبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو بعد المولد ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم تشركون من دون الله قالوا بل أنا بل لم يكن نذر من من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان للرسول ان ياتي بايه الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثرا بعذاب ما نالوا ما كانوا يزعمون أما جاءتهم رسلهم بالبينات Amen.
جنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد في كل سماء أمرها ودينا السماء الدنيا لمسامي وإذا ذلك تدير عليه وإن أردتم فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله أكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد بقوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو الأول الفرد وإليه ترجعون أكنتم تستترون أن يشهد عليكم صفحكم ولا أبزاركم ولا جنودكم ولا وما خلفهم حق عليهم القول سقاموا تتنزل عليهم الملائكة الله أكبر أن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم ومن أحسن قولا
من دعا إلى الله وفي الدنيا ولا إلهي من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن وهي الذي بينك وبين ما تفعل إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إلا ينذرنك من الشيطان الضوء بالله إلا وسميع ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل ما قال إلا ربك ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون فانطلب به ولولا كلمة الله لربك لولي بينهم بين نبي شك منهم ولا عمل صالحا ولم يرد المصاعد وما تخرج من ثمرة من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه من بعد ضراء مسد لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده لحسنى تبين لهم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين والمرائكة واحدة ولكن لا
لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا شرح لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم حين الذي يعود لسان من بدر في شك منهم ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمال بينكم بيننا وبينكم لا ربا بيننا بين المسائل والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجة الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن يقول إن الذين يمارون بالله لفي ضلال بعيد الله الذي بيده يسر ويسعى من كان يريد عرض الآخرة نزيد له في عرضه ومن كان يريد عرض الدنيا نجبنا مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى مدينة لما يدعون هذا ربي ذلك هو الفضل الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة لبغوا في الأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام يا شرق سدر أحيانا من أبي تعالى في ذلك الآيات لكل صبار تكون ينفقون بما كسبوا متاع الحياة
بعدهم وعلى مصر من الذل ينظرون من ظرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين مريم إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان الأمن من أولياء يسرون من الذل يوم يذل فما لهم من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم إلا البلاغ وإنا إذا أذغم الإنسان منا رمزا وليأتي ويسجب سيئة الله ونبلدي وإذا سارك فوق السماوات والأرض يخلق ما يشاء لما يشاء ويأتي ويأتي لما يشاء ودخول وجههم مبارك يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب ما يرى رسول الله فكذلك أوحينا إليك الروح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له يا ربنا بما ضرب للرحمن وهذا الذي مسدد كثير الله ينشأ به اليتيم والميزان غير مبين قال الملائكة الذين هم عباد الرحمن مضربوها إنا وإنا أبا إنا وإنا أبا إنا وإنا أبا لو جئتكم بآية
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فهو بلغ درجات ليتقي بعضهم بعضا سريا ورحمة ربك يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر في الرحمن وزخرفا وعن كل ذلك وما مدى الحياة الدنيا وما ربك فاستمسك بالذي وإنه أرسلنا من قبلك من رسلنا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى Wow.
قلوبكم يا رب إن هؤلاء هؤلاء من الأصفحان بسم الله الرحمن الرحيم عليم كتاب مريم في آيات مباركة لا كنا مزيد يقرا كل من حكيم في آيات ما كنا مزيد من ربك يقرا سميع ما يبوس وانت بجايا في الهم بالليل والنار وما أنزل له من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتدي بالرياء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا البحر لتجري الفلك فيه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض والنبوة ولزناهم بالطيبات وفضلناهم على الأمين وآتيناهم
بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالقرآن. اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم أم أماتوا ساء ما الله السماوات والأرض بحق وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره إذا بدا فما يزيد وزرا فلا تذكر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من أمرهم لا يظنون إذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما ثم يجمعكم يوم القيامة لا يعلم الله إلا لا يعلمه السماوات والأرض يوم تقوم الساعة يظهر المنذرون وترى كل أمة جاثية كل أمة والساعة لا ريب فيها قلتم ما الذي ما الساعة إن لنا إلا لنا وما نحن بمسلمين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بما كانوا فيه يستهزئون اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء أيامكم اتخذتم آيات الله هزؤا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستهزئون لله الحمد رب السماوات رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض والعزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب والأرض وما بينهما إلا بالحق والجريم مسمى والذين كفروا أما أنذرهم ولا إن ما تدعون من دون الله أمري ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات دون فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيك فاتي ليس بيني وبينكم الغفور الرحيم وما كنت بدءا
من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم يا كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل من إمام وثبت من دلال وقال الذين كفروا للذين أمروا لو كان خير ما سبقونا إليه وشهدوا فسيقولون هذا المهدي قبلي كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان حبيبنا الذين قالوا ربنا الله ثم أولئك أصحاب الجنة حسنا حملت أمه كرها ووضعت كرها وحمله وفصاله 30 شهرا شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا يتغبر عن محسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئات الذين كفروا قال لوالدي أف لكما تودانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستهزئون بأهل الحق وبما كنتم تكذبون فاكرها عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد دخلت النذر من بين يديه ومن خلفه استغفر أوديتهم قالوا هذا عارض مرتفع كل شيء بأمر ربها مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصار ولا أفئدة من شيء فلما حضروا قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم
كفروا على النار أليس هذا من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة في النار فهم يلبثون بسم الله الرحمن الرحيم للذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ومن يعمل وعمل الصالحات وآمنوا بما أنزل كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تجري من ذاتها لنا والذين كفروا وصدقوا لا يكون لنا والنار مثوى لها من قرية هي أشد قوة من قرية التي كان على بينة من ربي التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسر ونهر من لبن لم يتغير دعمه ونهر من خمر لذة للشاربين ونهر من عصر مصفى ولهم فيها ماء كل الثمرات وما فرات من ربه يستمعوا إليك حتى إذا خرجوا من عندك الله واستغفر لذنبك الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون بعد ما تبين ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله إذا توفتهم الملائكة ذلك بأنهم اتبعوا ما في قلوب مرض أن لا يهيج الله غفارا
سيما ولا تعرفن غير ولا نبلونكم حتى نعلم عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم وله واتمنوا وتبتغوا يجب مجولكم لا يسألوا مهارا إن يسألكم ويعفكم تفعلوا أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله وما تأخر عزم لمن ذلك ويأتيك زيادة مزهرة ينصرك الله وسعديك الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئات ما كان يأتي الله بعد حديثا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليه دائرة السوء سماوات وارض يا حكيم ارسل الله شاهدا وواجها ونذيرا يؤمنوا بالله ورسوله ويعزروا ويحقروا ليلا بعثره وزيرا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على المغلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعونا كلام ستدعون إلى قوم أولي بأس شديدا تغادرونهم ويسلمون فأن تضيعوا يؤتكم الله على حسن وإن تتبين ما توليتم يحييكم على بلديها ليس على ما عرجوا ولا على الأعرج عرجوا ولا على المريض عرجوا ومن يرجوا
يطبع الله والرسول الشجرة فعلم ما في قلوبهم وعدكم الله معالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس صدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معوة بغير علم ليدخل الله قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة التقوى وكانوا أهلا بها وكان الله بكل شيء عليها فقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون عالم فلم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا عليها أرسل رسوله بالهدى أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فسوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ فيهم الكفار وعد الله الذين آمنوا بالصالحات من المغفرة والأجر عظيما وعملوا الصالحات من المغفرة وأجر عظيما وعملوا الصالحات